السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة واحنا قاعدين كده فكرنا في فكرة نعملها انا ومحمد، لان احنا نعمل حاجة تشبه من سيربح المليون. هنسأل شوية اسئلة، كل واحد سأل بعشرة جنيه ليه ان شاء الله. هي فين اصل الجائزة اللي كانت فيه؟ محمد مخبي الجائزة. هنعمل كل واحد كام سؤال كده، واللي يجاوب اكتر انت تخش معنا في المسابقه. طب انت اشترك في الاسئله اصلا؟ اشترك. هو حد هيعرف الاسئله؟ محدش عارف الاسئله، والله ما حد عارف. هي يا جماعه انا دلوقتي هسال وهنعمل برضو وسائل مساعده زي في ايه؟ استعنا بصديق، احنا برضو هنكون الاصدقاء واحنا الجمهور ونحذف الاجابتين. ماشي. ابدا بمين؟ مين اللي هيتسال؟ كل واحد فينا هيبقى ليه كام سؤال. انا اسئلتي مع محمد، هيسالها لي في الايه؟ ما انا برضو لو جاوبت صح انا هكسب جايز، انا هاخد الجايزه اللي انا هديها لك. مين اللي هي مين الاولاني؟ رماس. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت عارفه وسائل المساعده بتاعتك يا بنتي، استعانه بصديق يعني اتصلي بصديق وجمهور وتحذفي اجابتين. هي بالاغلب هيكون هي احلى حاجه تحذفي اجابتين. بس مره واحده بس اللي انت هتستخدميها، مش هتستخدميها تاني. ايوه. ماشي. اول سؤال، كم عدد احرف اللغه الانجليزيه؟ 26 ولا 24 ولا 23 ولا 28؟ 26. اللهم صل على النبي، من غير اي استعانه كده. اي استعانه كده مثلي كده. اول سؤال صح. ماشي. تاني سؤال. جن اسال لا كمل ولا كل واحد كمل سؤال؟ ازاي؟ لا لا كملت اسئلتها. العمله المستخدمه في السعوديه، الريال ولا لا؟ العمله المستخدمه في السعوديه، الريال ولا الدولار ولا اليورو ولا الدينار؟ انت قلت اول حاجه اسمها ايه؟ الريال. الريال. شاطره يا ميس. ايه يا ميس؟ انت حافظه كل حاجه ولا؟ ما الماده الصلبه التي تغطي الاسنان؟ الميناء ولا العاج ولا الخزف ولا الملاط؟ الميناء. بسم الله ما شاء الله. الفنانه نجوى كرم اللي هي مطربه، سوريه ولا اردنيه ولا مصريه ولا لبنانيه؟ سوريه. إجابة خاطئة. إجابة. أنت معاكي ثلاث وسائل مساعدة. ما جاوبت غلط. جاوبت غلط. ليه؟ مش ما ليها وسائل مساعدة يا ماما؟ بس جاوبت غلط. قبل ما تجاوب. والله؟ والله. خلاص هي كده. قبل ما تجاوب. صح. محمد فاكر البرنامج أكتر مني، مع إن هو صغير لسه. كده غلط يا رمس. بس ما افتكرتيش وسائل المساعدة بتاعتك ليه؟ معلش. مين بقى يجاوب؟ انا. معاك وسائل المساعدة، خليك فاكرها بتستخدمها على طول. ماشي. اسألي السؤال اللي رسمته. نجوى كرم مطربة سورية ولا أردنية ولا مصرية ولا لبنانية؟ معاك وسائل المساعدة قبل ما تجاوب، تستعين بصديق. مصرية. إجابة خطأ. خلاص. مش عملتي ليه؟ مش كده عملتي وسائل المساعدة بتاعتك ليه؟ ماشي خلاص كده انت خسران يا احمد. المفروض البنانيه. ليه؟ ما يكمل. ماشي. في اي قاره اصلا المفروض ما يسيش؟ لا يتسال. في اي قاره تقع المملكه العربيه السعوديه؟ اسيا. برافو عليك. هو ده ما خدش المده لسه عشان احمد اخد مش عارفه في العموم كده. ريميس مجاوبه ثلاثه صح؟ واحنا جاوبت واحدة. جاوب واحدة؟ أنا اللي قلت لك مصرية. مصرية. ممثل كوميدي مصري اشتهر بلقب الزعيم، هيكون مين يا ترى؟ إي أحمد. إي أحمد، أنت على فكرة موريال الأسئلة. والله شايف. عشان ابنها والله. هو عارف وعشان سؤال في الفن. شايف بيجي أشوف. طب ماشي يا أحمد. ما اسم
الميزان الدقيق. ده مش هتعرفه. يطلق على اضبط الموازين. والله. القسطاس ولا الميزان الرقمي ولا الميزان الحساس؟ الرقمي. غلط. غلط. اجابه خاطئه. على فكره احمد اخذ اربع اسئله. جورج كورنيا بيقولوا لي جواب خاطئ. اكيد احمد اثنين وثلاثة جواب. انا ثلاثة. احمد اثنين عشان جواب اول وطن. جواب خاطئ. محمد. محمد. يلا انا هجاوبهم كلهم. ان شاء الله. ما اسم الميزان الدقيق؟ انت سمعت السؤال خلاص. مين؟ القسطاس. انا لسه هنسال خالته برضو. من اشهر معالم الجزائر؟ مقام الشهيد ولا ايا صوفيا ولا تاج محل ولا البتراء؟ ايا صوفيا. ده في ملعب في الجزائر اسمه ملعب الشهيد. والله ما انت عارف عشان هو كده. لا 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 مش هيك من غير ما تسقفوا لي كلكم. سقفونا سقفونا. عاصمة النرويج ايه هي؟ امستردام. ايه مش عايزة تقول اختيارات. امستردام ولا لندن ولا اوسلو ولا روما؟ اهو بص انا السبع في دماغي ولا امستردام ولا لندن. هي اوسلو او روما. لا روما ايطاليا. ده انتوا جابت ده انتوا حتى مش عارفين تقولوا حاجة صح. صح. انا مش عارف مين اوسلو دي بس اكيد ايه. اجابة صحيحة. من هو مخترع المزياع؟ باسكال ولا ماركوني ولا ارشميدس ولا نيوتن؟ ماركوني. ايوه ايوه شكرا يا محمد. شكرا لك الفلوس كده. انت جاوبت كم واحد؟ لسه انا كده انا كملتهم فلوس. صح. الاربعة صح. الاربعة صح. خد كمان سؤال. تمام. لسه انا. ما هي عاصمة بلجيكا؟ بروكسل. قبل ما تقولي تعالي يا جنى عشان تتسأل. عادي. أنا وأسمع عن تسأل مسائل. أيوة هسألك أسئلة سهلة. ماشي. سعر بحال 50 جنيه. ده بالنبي ناس ما نسعر بحال 50 جنيه. طلع. أربعة. أنت إيه أصلا عرفك الجاي؟ ده ما نسعر بحال 50 جنيه. ماشي مين جنى؟ أول دولة تشرق عليها الشمس في الوطن العربي؟ الإمارات ولا مصر ولا عمان ولا المغرب؟ انتوا اسكتوا انا بسأل جنى. شاطرة يا جنى. عرفت من فين؟ استني ايه هو غش خلاص. مش انا مديها في الدراسة. انت كده بموت. انا كل سنة ومخدتهاش. المستر قال لنا عليها. والله. عمان. طب عمان ده اصلا فين؟ عمان ديت في اسمها ايه في الاردن؟ عمان دي فين يعني؟ في الغرب ولا في الشرق؟ الله اعلم. ازاي؟ الله. طب يا حمار اصلا مش عارف. ايوه مش عارف. ده انت عارف. ده انت كده ولا بتعرف تغش ولا بتعرف. ما هي اصغر عظمه في جسم الانسان؟ عظمه الركب ولا سؤال مش ماما والله عزمت. سيبك من السؤال ده. ماما قلت ما هي جايه خطا. الفريد نوبل فرنسي ولا سويدي ولا انجليزي ولا احنا لسه المستر قال لنا وحياه ربنا انجليزي. سويدي اللي هو كان عامل جائزه نوبل. الفريد نوبل. سويدي. السويد ده تعرف مين بيلعب فيها؟ بريموفيتش. كده انت اتنين يا جنى. من بين هذه الدول التي تقع في أقصى الشمال؟ الولايات المتحدة ولا أيرلندا ولا الدنمارك ولا النرويج؟ معاكي ما تنسيش وسائل المساعدة يا جماعة. ما تنسيش عندك حذفين. قولي كده يا رفتي. الولايات المتحدة ولا أيرلندا ولا الدنمارك ولا النرويج؟ الدنمارك. أيرلندا. غلط. إجابة خاطئة. أمال إيه؟ النرويج. إجابة خاطئة. إجابة خاطئة. المفروض ما كنتش تقول علشان لو حد سألك. يا ريتني قلت وسائل المساعدة. خلاص أنت كده خلاص خلصت. لسه دي. لسه ليا سؤالين. أنا يا ماما مش فاهم. يا لهوي يا ولاد. القمر الذي يدور حول كوكب يسمى إيه؟ ساتلايت.
انت حافظه الاجابه؟ فطلعي جايبه صحيحه. خليكي في الصحيحه ماشي ماسكه كده. طب بس يلا نكمل انت وجن. ماشي يلا. والله يعني جنى متعادلين اكيد. لا انتوا مش متعادلين. لا كده متعادلين. جنى ادي واحد. استنى يا انت يابا خلاص. لا اتنين. خلاص لا جنى جاوبت سؤال خطأ. اربعة. جنى اربعة وانت خمسة. طب جاوبها كمان سؤال. اعمل لها كمان. لا جنى اخدها كام سؤال؟ خمسة. جنى مش هي غلطانة في واحد؟ اه في واحد. لا في واحد انا مش قلتها عليه. طب قولي خلينا. لا ماشي خلاص. كده بتقول كمان واحد. أول زعيم عربي زار تركيا ضد العقوبات الأمريكية في 2018، أمير قطر ولا أمير الإمارات ولا السعودية ولا البحرين؟ السعودية. اهدي يا ستي. قطر. أنا قلت قطر. والله جاي كده واخدة ست أسئلة. أنا يا ابني. هي جاوبت أيرلندا غلط. أنتوا نسيتوا ولا إيه؟ أه. خلاص أنا إزاي؟ أنا وأنا لسه زي ما إحنا مش كملنا. انا واسر قلنا الاسئله اللي باقيه عليك وعليها. سؤال هنا وسؤال هنا. وانا واسر بس ونشوف مين. انت كده خمسه وهي كام؟ خمسه. جنى خمسه. انا ثلاثه. انت خلاص انت طلعتي من البرنامج. انت واحمد من المسابقه. اطلعنا خالص. عارفين انت جاوبتي غلط خالص. ماشي جنى كده خمسه. امبراطور مغول مش تكمل. طب عشان احنا بنسمع المسلسلات بنسمع اصلا. ارتغل قدام حن. ماشي الله. سته. انا كده. انت كده سته. انت عارف كده سته. مدينه الحديد تقع في ايه؟ اليمن. ماشي انت حافظه. عارفه. جانا برافو عليك يا جانا. سته وسته. برافو عليك. 6 و6 12. كل واحد 25 جنيه ولا ايه؟ 6 و6 12. بما يسمى تغيير المادة الغازية إلى يعني الحالة الغازية إلى الحالة السائل. طب ما لازم تعرفها أنت في الثانوية. ده أحمد عارف كده. أنت سبعة. أليم. مرادف كلمة أليم. اليمن. البحر. الفم. الألم. غلط. أنا كده فزت. إيه أليم؟ لا 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 لا. أليم يعني بيوجع. الفم. أنا بس كده محمد اللي فايز. محمد اللي 50 جنيه. أنا بس بتعمل إيه؟ وكده اللي في رودي وقاس. اسأل كل واحد سؤال. ماشي. كل واحد ده هقول له مسألة ماشي؟ أنت تعبان من الصيام خالص. رودي ماشي رودي. سبعة زائد خمسة كام؟ غلط. سبعة زائد خمسة كام؟ بعد 12. برافو يا إيه. كده احنا برضو خلينا قاسم ويجي يشتركوا معانا علشان ما يزعلوش. وبكده محمد هو اللي كسب معانا الخمسين. ما انت اربح الخمسين. انا كنت بس عارف فلوس. ما انت اربح الخمسين. انت مش تبع اللاش ده بالفلوس. انا اللي هاخدك. انا اللي هاخدك. اوعى محمد بيحب يهزر. مثلا انتوا طيبين واحنا حبينا نهزر كده شويه معاكم يعني نهزر ونفزر. قلنا لهم شويه اسئله كده عشان يمشوا مخهم بيها. وكل سنه وانتوا طيبين وانتظرونا في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.